السن الصباحي، شنو هي الخلاصات اللي يمكننا نستخلصوها من داك ثلاثة ديال البلاغات اللي خرجوا حول واحد الواقعة اللي كاينة الآن تعرفها السجون المغربية، وهو الاكتظاظ. كان الموقف ديالكم، كاين الموقف ديال السلطة العليا، وكاين موقف آخر ديال أعتقد الإدارة العامة ديال السجون. ما هي الخلاصة من هاد الثلاثة ديال المواقف؟ إذا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر الموقع ديالكم 360 على هذا اللقاء اللي غيتنظم على طريقة ديال التناظر عن بعد. أولا الأمر كيتعلق ببلاغ ديال المندوبية العامة لإدارة السجون واللي عقبنا عليه كجمعية قضائية مهنية ببلاغ ديالنا، ومن بعد غادي تجي رئاسة النيابة العامة وغادي حتى هي تصدر واحد البلاغ. أنا ممكن نقول إلى صح القول أن بلاغ المندوبية هو بلاغ إخباري. لماذا؟ لأنه يدخل في إطار الحق في المعلومة، في تنوير الرأي العام، في إطار التنزيل الحقيقي لديمقراطية تشاركية. يعني هذا من حق هذه المؤسسة العمومية أنها تبلغ وتشارك الرأي العام في الأمور العامة لمؤسسات الدولة. غادي يجي يعقبوا مباشرة البلاغ ديال رابطة قضاة المغرب، والذي اعتبرناه بلاغ تنبيهي. لماذا تنبيهي؟ لأننا نؤكد في الوقت اللي اختارت المندوبية أنها توصل للرأي العام واحد الخبر معين بدورنا في إطار نفس الأهداف ونفس المبادئ ونفس الرؤية، كذلك خرجنا ببلاغ توضيحي نبين من خلاله أن القضاء غير معني بهذا البلاغ بالدرجة الأولى، لأننا نؤكد على استقلال القضاء، نؤكد على استقلال القضاء من خلال العمل اليومي، يعني تكريسا لهذا الاستقلال. نؤكد للسادة القضاة وخصوصا منهم الجدد والمبتدئين أن هذا لن يشوش على عملهم ولا يؤثر في مجريات العمل القضائي اليومي، وكذلك نبين أن الوسيلة الوحيدة للتعليق على الأحكام القضاء وهي الطعون وليس شيء آخر من غير الطعون، لأننا الأشخاص اللي مثلا ما كي لا يعجبهم مثلا واحد نعم القرار قضائي يلجأون إلى الطعن فيه. التوضيح البلاغ الثالث وهو بلاغ رئاسة النيابة العامة كان بلاغ توضيحي. إذا قلنا الأول إخباري والثاني تنبيهي والثالث توضيحي. توضيحي لأنه وضح من خلاله عمل النيابة العامة احترامها للسياسة الجنائية والتي تهدف إلى الحد من الاعتقال ما أمكن. ثالثا أنه جاء حتى بمقاربات ديال مثلا سلطات أخرى أجنبية والأرقام، يعني حاول أنه يبين أن عمل رئاسة النيابة العامة أو شق القضاء اللي هو القضاء الواقف أنه يسير في طريق الصحيح، وأن يعني القضاة ملتزمين بالتطبيق السليم للقانون مع احترام الأهداف الاستراتيجية الكبرى للدولة فيما يخص نعم، الاعتقال الاحتياطي. واش بصفتكم كرئيس أو نائب رئيس هذه الجمعية ما عندش الإدارة العامة للسجون الحق الإخباري فيما يقع في السجون من اكتظاظ؟ أنا كنأكد لك سيدي شاكر، أنا لم أقول ليس من حقها، أنا قلت هي تواصلت مع الرأي العام، قلت أن البلاغ ديالها هو بلاغ إخباري تخبر الرأي العام، هذا من حقها المطلق، ولست هنا لكي نعم، أقول أنه ليس من حقها. أنا أقول في الوقت اللي أنت كمندوبية كتبلغي الرأي العام بأنه هناك اكتظاظ في السجون، أنا بصفتي رئيس جمعية قضائية أتوجه لنفس الرأي العام وأقول له أنه ليس للقضاء يد في هذا الاكتظاظ. لماذا؟ فين تجلى الضغط؟ أنا غادي قلتي أنا والضغط. إحنا غادي إحنا غادي أنا غادي نجي معك، لأنه إذا قمنا بقراءة قانونية وتحليلية لبلاغ المندوبية قد نلتقط عدة إشارات.
ما هي هذه الاشارات؟ اولا انت كمندوبيه يعني اختاريتي انك تبلغي الراي العام باقتضاد السجون، نعم واعزيت ذلك لما؟ للاعتقال الاحتياطي، نعم وقلت في مستهل البلاغ: ومن هنا نطلب السلطات القضائيه والاداريه لايجاد الحلول، يعني ترمي بالمشكل الى ساحه السلطه القضائيه والاداريه، وان كان انا لا افضل كلمه الاداريه لانه الحمد لله المعنيين هي بالاعتقال تنبه ربما. والسلطه الوحيده التي اعطاها المشرع انها توضح اشخاص رهن الاعتقال الى حين البت في قضاياهم، وهي النيابه العامه، قاضي التحقيق، قضاء الحكم بصفته يستقبل قضيه فيها شخص معتقل وهو يبقى بين يديه أن يبت في مآله إما نعم بالصرح أو يبقيه في حالته. إذا مني كتقولي بأن الأمر الحلول هي عند السلطة القضائية، أنا كنقول لك ما كان السلطة القضائية يوما معنية باقتضاد السجون. لماذا؟ على فرض، أقول على فرض وأؤكد عليها بخط أحمر، إذا على فرض نحن نعتبر أن القضاء مسؤول عن الاعتقال الاحتياطي، في بلاغكم الصادر في سنة 2022 في التقرير السنوي للمندوبية تقولون بأن نسبة الاعتقال الاحتياطي بالسجون هي 39%، إذا لا زال أمامنا 61% من ساكنة السجون هم ناس يقضون عقوبة حبسية نهائية أو كما يسميها المندوبية المدانون. إذا على الأقل هناك 61% أشخاص لا يمكن لي أن نلتمس من القضاء أن يجد لهم حلول، هذا على اعتبار إذا اعتبرنا أن الاعتقال الاحتياطي مسؤولية السلطة القضائية نعم، وهو ليس باش ما كذلك ولن تطولوش يكون هذا كذلك. السؤال ثانيا لا سمحت، ثانيا أنه في تقريركم صادر سنة 2022 قلتم بأن سنة 2023 ستعرف انخفاضا في عدد ساكنة السجون وسترتفع إلى 100,000 سنة 2026، إذن هاي التنبؤات ديالكم أصبحت غير صحيحة. كذلك وأكثر من هذا، أن المسألة الأخرى هو أن خرجتم في بلاغ في 2020 في وقت الكوفيد قلتم أنه هناك الجائحة التي قد مست ساكنة السجون، وقلتم بالحرف التالي: لهذا قررت المندوبية عدم إخراج السجناء. وهذا كان فيه كذلك تدخل في الشأن القضائي، لأن أنتم تنفذون قرارات وكيل الملك، أوامر وكيل الملك وأوامر القضاء التي تقول بإخراج سجين معين ليمثل أمام القضاء، وتقولون قررنا. كان من الأرجح أن تقولوا مثلا وباتصال مع السلطة القضائية سنقوم بكذا أو سنصل إلى حد، إنما كتقول نعم قررنا نعم نعم فيه وكأن فيه يعني نعم المس نعم بالسلطة أنا القضائية أو مثلا أعتقد أستاذ على أن النوايا هي بالنسبة لكم ولا بالنسبة لإدارة السجون هي نوايا حسنة أكيد للمصلحة أكيد للمصلحة أكيد العامة. تنشكرك على أكيد هذا التوضيح في هذه النقطة هذا ونمر واش تعتبروا على أن بناء السجون هو حل من الحلول؟ هل هو حل في هذا الوقت الراهن انه حدنا من الاقتضاد او واش نبداو نبنيو حنا ديما السجون ونقولوا الاقتضاد ما بقاش؟ أولاً إلى رجعنا بالذاكرة إلى زمن آخر حوالي 20 سنة، خرج المديرية العامة لإدارة السجون في تصريح له لإحدى الجرائد وقال ب 2006 بالضبط، هادشي وقال قديم يا أنه استاذ. لا، أنا غير باش لا كنوريكم لا قديم بأنه قديم. لا الاقتضاد دابا لا حنا ليس وليد اليوم، لا كنتكلموا ليس على وليد لا اليوم. دابا دابا واش اسمح لي الله يجازيك بخير. تكلمتوا على ان واحد من الحلول هذا في البلاغ ديالكم وهو بناء السجون، واش تعتبروا ان هذا حل؟ أنا هذا قرار سياسي وأنا رجل قضاء. هذه المسألة المندوبية عندها رئاسة ديالها وهي رئاسة الحكومة، هما اللي خاصهم يلجؤوا لهذه المسألة ومن يلاحظوا بأن هناك اقتضاد. لهذا بناء تحت قوسين باش نقول لك بأنه في 2006 يقول بأنه السجين يتمتع بمتر فاصلة خمسة في
في ساحة السجن أو في الغرف، يعني هناك اكتظاظ منذ 2006. إذا كان نعم من اللازم نعم إيجاد حلول، هذه 20 سنة كان من اللازم نعم إيجاد حلول. نعم ثانيا أن هناك ارتفاع للجريمة، ملحوظ نعم ارتفاع ملحوظ للجريمة. غنرجع معك إذا سمحتوا للتقرير السنوي للإدارة العامة للأمن الوطني في 2022، كتقول بأنه فيما يخص جرائم التجارة المخدرات لا غير، تم معالجة 92713 تقريبا قضية، وتم إلقاء القبض على 100,000 شخص متورط في التجارة في المخدرات. إذا كانت غير التجارة في المخدرات وحده قد وصل نعم إلى 100,000 معتقل، إذا نعم إحنا كان ممكن أننا نقول أننا نسير في التوجه الصحيح وفي القرار الصحيح، لأنه لم نعتقل هذه 100,000، علما أنه لدينا التزامات دولية، اتفاقية دولية نحاول من خلالها أن نبين للمنتظم الدولي أن المغرب يحارب هذه الظاهرة التي هي تعتبر جريمة نعم منظمة عبر الحدود. نعم الآن حاليا لا تقدر تعطينا غير الاعتقال الاحتياطي تقريبا، ما هو كيف نفسر هذه الوضعية؟ يعني الاعتقال الاحتياطي، إذا رجعنا إلى القانون المنظم للمديرية العامة لإدارة السجون في على ما أظن قانون 23/98، يقول في فصله الأول أن الاعتقال الاحتياطي هو كل شخص معتقل في مؤسسة سجنية لم يصدر في حقه حكم بات أو نهائي في قضيته. هذا إذن هو واحد الفصل اللي الأول. محكوم بالابتدائي لا زال احتياطيا. أنا غنزيدك أكثر من هذا، أنا كان نقول أنه لا بد للمشرع مع احترامي للسلطة الشرعية أن تتدخل وأن تقوم بتعديل هذا الفصل. لماذا؟ لأن الشخص الذي يحكم استئنافيا وأصبح حكمه نهائيا، وما يؤكد ذلك أننا نخرج إلى تنفيذ الأحكام الاستئنافية أو القرارات الاستئنافية، فإذا قام بالطعن بالنقد فهو لا زال يعتبر معتقلا احتياطيا، وفي وكان من الأحرى أن لا يعتبر كذلك. لأن لماذا؟ لأن الطعن بالنقد هو يرفع إلى محكمة النقد، وهي محكمة قانون وليست محكمة موضوع. يعني على الأقل كنا نعتبر أن الأشخاص اللي صدرت في حقهم عقوبة استئنافية يجب أن يحسبوا بأنهم سجناء ويؤدون العقوبة اللي حكموا من أجلها. وإذا صدر قرار عن محكمة النقد قال بقبول نقدهم وإحالتهم مرة أخرى على محكمة الاستئناف، هنا يمكن أن نتراجع عن هذا. إذا كان نعم بالأحرى أن يحسب كذلك. أكثر من هذا، هناك في بعض الأحيان محكمة الاستئناف تصدر قرار بمثلا عقوبة أقل مما قضاها ذلك المعتقل الاحتياطي، أو تقول بما قضى، عقوبة بما قضى. هل يمكن أن نقول أن هذا الشخص ظل دائما معتقلا احتياطا، لم يصدر في حقه عقوبة وكان مدان لا وأداها؟ لا أستاذ لا حكتي لا يقولوا لا يمكن أن نقول هذا. الاكتظاظ يهم كثيرا منهم في الاعتقال الاحتياطي، بمعنى لا بد من إصلاح مدونة القانون الجنائي، وثانيا إسراع في إخراج القانون 43/22 اللي صوت مؤخرا من المجلس الحكومي حول العقوبات البديلة. يعني إذا بالنسبة للجمعية ديالكم، فأين تتمق هذا موقع فوالا شنو هو التوقع ديالكم في هذه القضية هذه؟ احنا كما لاحظتوا الى شفتوا البيان ديالنا كان واضح، وتمنا ما يجب تثمينه، واصدرنا اشارات يعني بكل اداب وكل لياقه قانونيه فيما يخص ما اعتبرناه يمس باستقلال السلطه القضائيه، وقلنا نثمن المبادره التشريعيه فيما يخص القوانين المتعلقه ببدائل العقوبات. فعلا ننتظرها بكل يعني بكل بكل فارغ من الصبر، احنا بكل بعدها استعداد بكل نعم استعداد نعم بكل استعداد لكي ندخلها ونشتغل عليها، وأن لا يكون يعني قرارنا الوحيد والذي بين أيدينا، لأن نحن كما يقال يعني فقهاء القانون، القضاء يطبق القانون ولا يحقق العدالة، ولكن القضاة
يطبقون القانون وهم يحاولون قدر الإمكان أن يحققون العدالة، لأنه حينما نقوم باعتقال شخص معين فنحن نعلم أنه قد تتعرض عائلتهم مثلا نعم للتشرد، العمل دياله قد يضيع في فرصة العمل، إلى يعني هناك نعم عدة عواقب، نعم ولكن أخوك مضطر لا بطل كما يقال. نعم إذا أعطوكم اقتراحات باش الجمعية توضعها أمام من يهتمهم هذا الأمر ديال العقوبات البديلة، مثلا شنو هما العقوبات اللي الآن كاينة جذرية ولكن خصها تحيد من القاموس ديال القانون الجنائي؟ أولا أنا غنعتبرها بمثابة هذا مقترح، مقترح لأن أو المقترحات شخصيا. نعم هي يعني تسهل الطريق نعم للحلول. نعم المقترحات، أولا أطالب نعم بحوار وطني يجمع كل المتدخلين المباشرين وغير لا لا، المباشرين قبل من في هذا الحوار، الأمر. قبل نعم، من الحوار بغيت هي غير هي أنا جاي من المسلسل. كقاضي كممارس قبل أن تكون على رأس هذه الجمعية، ما هي بالنسبة لك العقوبات البديلة اللي يمكننا نطبقوها في مكان عقوبة اللي كاينة الآن في الاعتقال الاحتياطي؟ واش مثلا ما خصناش نعاقبه بالسجن قضية السكر العلني، مثلا السرقة القصيرة، مثلا القصيرة الخفيفة مثلا اللي دار شي، زهيدة، نعم ما هي، لأن كثيرة هاد الجرائم أو هاد المخالفات اللي يمكن لها تحيد من القاموس ديال القانون الجنائي. شوف أنا أتمين تلقيت دعوة ولا زلت أتلقى دعوة من السلطة التشريعية، من السادة نواب الأمة، كانت في سنة 2014 وتكلمنا، كانت دائرة مستديرة نعم نعم بمجلس النواب وتكلمنا على مسألة الاعتقال الاحتياطي. إذا دائما هذا إطار هذه اللقاءات دائما يتقدم السادة القضاة بمقترحات هي وليدة ونتاج وعصارة للعمل ديالهم، لأن كيشوفوا أنه فعلا لابد مثلا من تفعيل الصبح، رغم أن قانون المسطرة الجنائية جاء في المادة 40 41 وبعض المواد مثلا مسألة الصلح في عدد من الجنح لا زال لم يفعل مثلا، هذه واحد. ثانيا إيقاف سير الدعوة العمومية كما جاءت به الفصلين 372 وأظن 466 أو شيء من هذا، لا يتم تفعيله. هناك إشارة في قانون مثلا الصحافة تقول التخلي عن الدعوة، إذا هناك إشارات وهناك مبادرات لو أن المشرع اشتغل عليها وكرسها للجأنا إليها. مثلا هناك شيء آخر ممكن أن نلجأ إليه، أن نعوض العقوبات الحبسية بالرفع من الغرامات، وهذا التوجه لاحظنا في عدة تدخلات للمشرع قانون في القوانين الأخيرة، أنه لأنه علاش؟ لأن الذمة المالية هو الشيء الوحيد الذي يستشعر من خلاله الشخص الذي في نزاع مع القانون بأنه فعلا تم زجره، ويستشعر فعلا الردع الخاص فعلا ومن خلاله الردع العام. استبشرنا خيرا في 2010 حينما صدرت مدونة الأسرة وكانوا فيها مثلا عقوبات مالية، أن نعم عدد كان هناك تراجع ملحوظ من خلال مخالفة السير، إلا فعلا أنه لم يتم تفعيلها. مثلا بالنسبة للراجلين نعم مثلا، لا نلاحظ ان الرجل لا يحترم مع الراجلين ولا فعلا يتم تغريمه في هذا الباب. اذا لابد اولا تفعيل مبدا الصلح في قانون المسطره نعم الجنائيه، تفعيل مثلا انه يصبح من حق النيابه العامه انها توقف الدعوه العموميه. انا مثلا اقترح، هذا اقتراح ولو انه ليس من اختصاصي، ولكن مقترح، انا من حقي انني اشارك في تشير الشان نعم العام المشاركة، دستوريا نعم كمواطن او مواطن، كهيئه. نعم مثلا فعلا انه مثلا يولي من حق النيابه العامه حينما يتنازل الضحيه عن فعل معين، يتنازل بارادته، اننا نلجا للمتابعه في حاله صرح، انه حينما يعطينا المشرع الحق مثلا فاننا نقترح واحد مبلغ معين لترميم الضرر،
حيث دائما في بعض الجرائم لا نجد ضحية، نجد أن المجتمع هو المتضرر، مثلا الحق عيب شيء مخصص للمنفعة العامة أو كذا، يعني أنه الجريمة مست بالدرجة الأولى مست المجتمع أو مثلا نعم أموال المجتمع. إذا هنا كاين المسألة كما قلت تفعيل مبدأ الصلح، تفعيل إيقاف سير الدعوة العمومية في عدد من القضايا، جعل مسألة سقوط الدعوة العمومية بتنازل المشتكي لا تبقى حكرا على بعض الجرائم مثلا السرقة بين الأصول وكذا كذا، نوسع هذا الباب هذا في المسألة هذه. ثانيا لا بد أقول من تنزيل حقيقي أو تلقين، أو مثلا أن يكون المواطن يتقاضى به سلمية. أنا غنفتح واحد القوس ونعود غير واحد المسألة، أنا اشتغلت في النيابة العامة ما يزيد على 33 سنة، ونلجأ في غالب الأحيان إلى اقتراح دفع كفالة من طرف المشتبه فيه أو المشتكى به حتى تكون المتابعة في حالة صلاح، وتقترح مبلغ معين ترى أنه كافي بأن هذا الشخص إلى وضعه غادي يلتزم بأنه يبقى يحضر في الجلسة، لأن إذا ما حضرش كتمشي له هذه الكفالة الشخصية ياك، وكتقترح واحد المبلغ وكيبقى يتحجج لك ويقول لك بانه ما عندوش او كذا او كذا، او كيتصل بالعائله ديالو وكيقول لك لا ما عندناش، ويمكن كتنزل على هذاك المبلغ باتصال مثلا اما مع المسؤول او مع احد النواب اللي كيشتغلوا معاه، كيقول لك مثلا راه جرات العاده نديروا غير هذا المبلغ، وكتنزل معاه وكيقول لك ما عنديش، لواحد الدرجه كيبان لك انه الى تابعتيه في حاله صراحة، وكانك في الاول لم تكن في اطار البحث عن كفاله، وكانك كتبحث على شيء اخر، راك فهمتي المقصود ديالي. اذا نعم كتبقى في الموقف ديالك كتقول منين ما بغيتيش تادي هذا المبلغ انا مضطر انني نتابعك في حاله اعتقال. ومن الغرائب انه في الساعه الثانيه عشره صباحا هذا الشخص كيرفض يؤدي كفاله باش يتابع في حاله صراحة، وكيتعرض على جلسه ديال التلبسي مع الواحده، اول ملتمس كيقدم القاضي كيقول له انا مستعد نأدي كفاله مقابل الصارح كيفما كان مبلغ الكفاله. اذا انت لم تكن تتقاضى بحسن نيه امام متي النيابه العامه، والحمد لله اصبحت ماشي كان كلهم عندك المبلغ بعد نصف ساعه ولا عندك هذاك المبلغ. اذا أعتقد هذا ضروره خاص تكون ثقافه قانونيه لدى المواطن انه يتعامل انه يفهم ان هذه الكفاله اذا خذ البراءه راه غترجع له كامله وما غينقص منها حتى شي مبلغ. أعتقد أن ماشي كل شيء تيكرر بحال هذا الشكل، ولكن هذا نموذج. باش نختموا أستاذ، عندكم شي اقتراح ربما كنتي قلتيه لي قبل ما قاطعتك، على أن هناك ضرورة لجمع هذه الأطراف كلها، هذه اللي خرجت بعد البلاغات، فعلا وعقد شي ندوة اللي يمكن حوار نخرج وطني حوار وطني. وكل سيد لي بدلوه. احكي لنا قبل ما نساوي هذا الحوار ديالنا. انا كنقول لان لماذا الحوار وطني، لان غادي نلقاو فيه جزء من الساده القضاة او ممثلي السلطه القضائيه، المندوبيه، الامن، الدراك، لما لا الكليات، لان الاساتذه الجامعيين عندهم تنظير خاص، المراصد الخاصه بهذا باب السجون، مؤسسة محمد الخامس، كاين هناك عدد من الأطراف والمتدخلين بشكل مباشر أو غير مباشر، واللي أكيد سنخرج بتوصيات جد مهمة، وأمرهم شورى بينهم في إطار، وأمرهم شورى بينهم، يعني غنخرج بتوصيات جد مهمة وفعالة، كل حينما تتقدم أنت بمقترح سيقول لك الآخر سنعدله في هذا الباب أو في هذا الجانب، وهكذا غنخرج بحلول ناجعه بما في ذلك السلطه التشريعيه كذلك، والتي سترفع هذه المقترحات في شكل مقترح قانون او مشروع قانون، وسياتي بالنتائج المطلوبه.